السلام عليكم. إن شاء الله دي القصيدة بتاعتي اللي هشترك بيها في مهرجان جامعة المنصورة الرقم الأول للمواهب 2020 إن شاء الله. أنا دكتور محمد مصطفى أبو زيد، طبيب امتياز بمستشفيات جامعة المنصورة. قصيدة قمر المراعي إن شاء الله. أيا قمر المراعي، تتراءى للغريب على المغيب، ليس لي في ظلمتي غير اتباعي. قد ضل سعي الراعي وصار غريبا، بقلب صار مقبوض الضلوع وميؤوس الرجوع. أيا قمر المراعي، مرعايا صار جديبا، وخيامي لا تقيم حبيبا، وأرضي تئن بعيدة لا ترى مني دموعي. أرضي التي حلمت كل آمال الربوع، وحملت كل آلام الربوع. ارتحلت الليل تحت النجم يرعاني ويرعاها، نزلت بأرضي كل عذابات النجوم. الآن تحت الليل ترعى النجوم دموعي. قد كفى أرضي عذابا كل أسياف الصقيع وكل أصنام الرجوع وكل فسيلها المقلوع وكل دموعي أحبتي ودموعي. أيا قمر المراعي، أيا قمر الغريب، أيرجعني الديار نحيبي، ويضيء تحت الليل أرضي وخيامي، ويحمل عني سلامي، يبلغه على ريح البيداء كل حبيبي. إن ترى أرضي أيا قمر المراعي، أيا قمر السهول، هناك جنب السهل تبكي جنب أطلال الحقول، فخبرها بأوجاعي وسائلها أيا قمر الفؤاد المستلاعي. في ظلمات لا ترحل، كيف يرجع للخيام الراعي، كيف يرجع للديار الراعي. أيا قمر الدموع، أيا قمرا كن دليلي، قلبي قلب الراعي الضليل. هناك جنب السهل يبكي لا أراه الآن ملكي، عند أرضي في نخيلي، عند أرضي في ربوعي. أيا قمر الربوع، أيا بين النجوم، كيف يرجع للديار الراعي. شكرا.